وتنضم إلي الآن من فرانكفورت دكتورة كارول نخلي الرئيسة التنفيذية لكريستال أنرجي. كارول أهلا وسهلا فيك مجددا على البرنامج. طبعا أوبيك بلس ما زال الاجتماع يفترض اجتماع ديسمبر ما زال منعقد إن ثيوري على الأقل. ما الذي يتطلبه الأمر لتتحرك أوبيك بلس فعليا الآن إذا في حاجة تتحرك؟ صباح الخير. هلا كل شيء بيعتمد على شو بتتوقع منظمة أوبك وحلفائها بالنسبة للطلب على النفط بالسنة الجاية، وشفنا بآخر تقرير عملوه المونثلي أول ماركت ريبورت، التقرير الشهري لأسواق النفط، عم بيتوقعوا نمو قوي على الطلب. يعني هذا النمو كان يمكن متوقعينه أول شيء أواخر هيدي السنة، وبسبب محور الأوميكرون الكورونا فيروس بعتقد بأنه رجعوا عادوا النظر بالتوقعات وزادوا التوقعات على الطلب، بينما عندك المنظمات الاخرى مثل الاي اي والاي اي اي خففوا من الطلب على النفط. فهذا يعني نحن ننتظر نشوف شو بتتوقع المنظمه وحلفائها بالنسبه لاسواق النفط كيف رح تكون الشهر الجاي. وبنحب نذكر كمان انه الشهر الجاي من شهر 1 لل 2022 بيجي مبدئيا الاستراتيجيك بتروليوم ريزيرف الاحتياطي الاستراتيجيك الامريكي اللي اعلن حطه بالسوق جو بايدن الشهر الماضي رح يفوت كمان على السهم، بصير في عندك زياده عرض. فهل رح يصير في نمو طلب المفروض اللي بيقدر يجذب ويسحب هالزياده على العرض؟ بنبقى بنشوف بالشهر الجاي ان الله راد. طبعا وهذا موضوع الطلب هلا كله رهينه شو رح يصير بتطور مع الفيروس، لكن بحكم انه الاحتياطي الاستراتيجي اللي رح يجي على السوق بوقت كان فيه نوعا ما الخلاف مع أوبيك بلس بين الولايات المتحدة والأوبيك بلس، في محاولة من الولايات المتحدة أن تقوم أوبيك بلس بتخفيض إنتاجها، بزيادة إنتاجها، ما زادوا إنتاجهم فتصرفوا الأمريكان بالاحتياطي الاستراتيجي. هل برأيك أن أوبيك بلس الآن ممكن أن تتصرف بالحد من الزيادات اللي جاية على السوق لأنه جاي استراتيجي احتياطي من الولايات المتحدة من أجل ضبط السوق؟ هلا بالنسبة للولايات المتحدة بعتقد جو بايدن كأنه حقق انتصار عقيقي مع شعبه، لأنه إذا بتلاحظي برنت هبط أكثر من 10 دولار البرميل وقت ما أعلن طلع الإعلان عن الاستراتيجيك بتروليوم ريزيرف، واليوم وين نحن مع أسعار برنت. بس كمان بحب أذكر إنه مطرح ما هي أسعار برنت نحن عم نقارنها بمطرح ما كانت بأوائل شهر أكتوبر، يعني عم نحكي على الثمانينات وال 86، ولكن أنا بالنسبة لي هيدي الأسعار كانت ما كانت طبيعية، ما كانت عم تتماشى بأوضاع السوق، لأنه كان في عندك أوبيك بلس بير كاباسيتي، عندي كمان الفيروس الكورونا فيروس ما خلصت الجائحة تبعوله. يعني بعتقد المستويات اللي نحن موجودين عليها اليوم هي بالفعل أوطى من ما كانت من الشهر الماضي ولكن أو بشهر أكتوبر، ولكن هي بعد مستويات سليمة من ناحية المنتجين. يعني عم نحكي 70 دولار البرميل، بالنسبة للسنة الماضية كنا عم نحكي بالأربعينات وبالخمسينات. هيدا إنه حققت المنصب بعتقد تقدم كثير كبير. بس الحلقه الكبيره رح تكون السنه الجايه هي باوائل السنه على القليله، بعدين بالنص السنه والطالع بصير في عندك قصه الطلب الزياده، العرض الزياده هي الطلب. يعني عندك الاوميكرون اليوم مع انه بعدنا ناطرين بعد الدراسات اللي بتقلنا اذا رح يكون تاثيره على الوفيات عالي او اقل، يعني رح يضل عم يجي مثل ساينز بوزيتيف ايجابيه انه لا منه كثير مأذي مثل الدلتا فاريانت، ولكن الدول هون باوروبا مثلا الولايات المتحده بمطارح اخرى كيف حتعامل معه لهيدا الفيروس؟ شفنا ببريطانيا مثلا عم بيقولوا للعالم اشتغلوا من البيت، يعني بتشتغل من البيت وتقلل من السفر، هيدا بياثر دغري على الطلب على النفط، لانه الحلقه اللي كانت مفقوده بعدها من قبل كانت هي السفر والتنقلات، اذا هلا حددت من السفر والتنقلات بتاثر سلبيا على الطلب على النفط. وهذا اللي بلشنا نسمعه باليومين الماضيين. خليني أسألك على اللي عم بيصير بليبيا، إغلاق المصافي، أربعة منهم 300 ألف برميل باليوم على حسب أول الليبيين، هذا بحد من إمدادات 300 ألف برميل باليوم. شو رأيك شو ممكن يكون أثر هالشي على سوق النفط؟ هلا ليبيا بلد منتج كثير مهم، ولكن اذا بنطلع تاريخيا على البلدان اللي واجهت مشاكل مثل ليبيا، كان مثلا ليبيا، فنزويلا، العراق يمكن كانت الاستثناء، ايران، بنلاقي البلدان المنتجه الضخمه للنفط اللي واجهت مشاكل مثل حروب ومشاكل اهليه بالبلد
تاخد فترة طويلة حترجع تزيد الإنتاج بشكل متوازن ويدلوا هالزيادة تكفيف. يعني العراق كانت وضع استثنائي، بس أخذ أكثر من 40 سنة لحتى ترجع تتخطى المستويات اللي كان عندها إياها قبل ما صار في مشكلة. فعشان هيك من هذا المنطلق بتطلع أنه ما لازم نتوقع مفاجآت من ليبيا. يعني الوضع بليبيا بعد منه ثابت، الوضع السياسي منه ثابت، بعدها عم بتعاني من التداعيات الأزمة السياسية والحرب اللي واجهتها من أكثر من 10 سنين. وبعتقد رح عندنا نتوقع مثل هالطلعة والنزلة بالإنتاج، ما لازم نتوقع يعني مفاجآت من ليبيا. تماما. واخر شيء بدي اسالك عنه، انه يبدو بانه مصافي التكرير الامريكيه عم بتكثف شحنات البنزين الى الاسواق الخارجيه، عم بيشوفوا انه المارجنز اعلى اذا صدروها من انه، وبيستفيدوا منها اكثر اذا صدروها من انه لو احتفظوا فيها بالداخل. بنفس الوقت اللي كنا عم نسمع طبعا من الرئيس بايدن والصرخه اللي طالعه على ارتفاع اسعار البنزين هناك. هلا اسعار البنزين هبطت بالولايات المتحده لانه اسعار الخام هبطت، فاثرت كمان على اسعار البنزين. وهذا الشيء بنلاقي انه اذا بتطلع بكل مثلا الميديا اللي هي تابعه او مثل بيقولوا سبورتس بريزيدنت بايدن والبيت الابيض، حتى المؤسسات اللي هي تابعه للبيت الابيض تلاقيهم على طول عم بيركزوا على هذه النقطه، انه اسعار البنزين هبطت بكثير بالنسبه اللي كانت به من شهرين، وذلك بفضل جهود الرئيس بايدن. فما بلاقي في سبب انه ترجع تفوت الولايات المتحده بالمحادثات اللي كانوا عم يجربوا يقولوها قبل، انه رح يخفوا من الصادرات من الولايات المتحده. صادرات من الولايات المتحده او البنزين او النفط من الولايات المتحده رح يروح مطرح ما في اسعار اعلى، وهلا بالوقت الحالي الولايات المتحده الاسعار واطيه، فبيروح على مطرح فيهم يبيعوا للزبائن بالبلدان الاخرى. يعني هذا هو سوق حر. شكرا جزيلا لك دكتوره كارول نخلي.